يسمي العلماء هذا القياس فاسد الاعتبار. نعم. فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله بالجمع. نعم. بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون غيره. دون فرق. فلا فرق بين الخمر يكون من قمح، من شعير، من زبيب، من فواكه، لا فرق. اي نعم، لان العله الاسكار. نعم. وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رايهما. نعم، لابد ان يكون ثابت حكم الاصل، نثبت حكما للاصل. نعم. وشرط كل عله ان تضطرب في كل معمولاتها التي تليها. نعم، لكن قلنا مثلا التعيد هذا لا يمكن، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. نعم. لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض المسجلة. نعم. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه. خلاص، أخذنا إثبات وقياس العكس. نعم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. نعم. فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول. الآن أراد أن يتكلم عن الأحكام والأشياء التي كان يعملها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كان يفعلها قبل البعثة. يقول أصلا هذا المبحث بعض العلماء يقول لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء والدين بين. صح، والحمد لله رب العالمين. فالشرع إذا جاء وخالف الأشياء التي كانت قبل فنأخذ بالخلاف. صح، يعني أن هذا مخالف لما كان عليه، وإذا وافق فالشرع هو الذي قال بالموافقة، لا نأخذ بما كان قبل وانتهى الأمر. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. نعم، بعدها بمقتضى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الدين وبين. نعم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. نعم. بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. نعم. وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. نعم. هو يسمي هذا الفقهاء الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة الأصلية. نعم. لأن الأدلة عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. نعم. مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. نعم، يعني الأصل التحريم، والأول الأصل الإباحة. نعم. والقول الثالث التوقف. نعم. أيوة. والصحيح أن كل بين، الحمد لله واضح. نعم. أي أصلها التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. نعم. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. نعم. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. قد فقد، لا يوجد دليل، نستصحب البراءة الأصلية، نقول الأصل الجواز في العبادات التحريم وفي العادات الحل. نعم، امشي. باب ترتيب الأدلة. الآن هذا من القسم الثاني، كيفية الاستفادة منها، كيف ترتب الأدلة. نعم. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار عملي. نعم، ولهذا نرد المتشابه إلى المحكم. نعم. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. نعم، الظن على قول عندهم في الآحاد. نعم، يقدم المتواتر على الآحاد. نعم. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا بين المطلق والمقيد. نعم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. نعم، يقول النطق يعني تقدم الأدلة من الكتاب والسنة على القياس. مفهوم؟ يسميه العلماء هذا قلنا قياس فاسد الاعتبار، إن ورد النص فلا يمكن أن تقيس. نعم. وقدموا القياس الجلي على القياس الخفي، قياس خفي التائب على البر. نعم. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير أو سنة تغيير الاستصحاب. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. يقول الآن استصحاب البراءة الأصلية إن لم يوجد نص، وجد النص لا، تقدم النص وتلغي
البراءة الأصلية. نعم. قال رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. الحمد لله، هذا القسم الأخير. مفتي هو الذي يخبر بالحكم الشرعي، مفهوم؟ والمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. نعم. قال رحمه الله: والشرط في المفتي اجتهاد. انتبه معي، يذكر شروط للمفتي. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آل الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. نعم، يقول لابد في المجتهد حفظ القرآن، هذا لا تنازل عنه، وحفظ أكثر الأحاديث المتعلقة بالأحكام. أما ما يذكر المؤلف هنا يقول هذه قد لا توجد في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مفهوم؟ يقول يعرف المذاهب الأربعة، ويعرف اللغة والأدب، ويعرف مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، ويعرف الناسخ والمنسوخ وكذا وكذا. يقول هذه لا تجتمع حتى في الإمام أحمد رحمه الله، لكن يعرف الغالب من هذه. نعم. قال: معنى به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. يعرف المذاهب الأربعة وكذلك الخلاف. نعم. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. نعم. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. هذه قدرة يتمكن بها من استنباط المسائل من أدلتها على أسس سليمة. يعني إيش القدرة؟ كان السلف العالم يدرب الطالب، يعطيه، يقول ما تقول في هذا، ما يدربه، مفهوم؟ مثل ما قلنا تأخذ حديث وتستنبط منه الأحكام ثم ترجع إلى الشرح. نعم. مع علمه التفسير في الآيات. يقول يعرف التفسير. نعم. مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، ويعرف الأحاديث ويعرف الرواة. نعم. وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. إذا إيش بقي إذا هذا كافي؟ ماذا أبقى لنا أصلا؟ لم يبقى شيء. نعم. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي. يقول المستفتي لابد أن يكون جاهل، لو كان عالم لا يصح له أن يستفتي، لكن قد يستفتي حتى يتثبت من الحكم، ما الإشكال؟ ويفرح لموافقة فلان له، وهذا كان عليه السلف رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم، لا يجوز له أن يقلد، لكن يأتينا أنه قد يكون التقليد عاما وقد يكون خاصا. نعم. قال رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. لا، وقيل لا، لأن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بتقليد، هذا اتباع. التقليد هو اتباع من قوله ليس بحجة، والحجة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإجماع وفي القياس الصحيح وفي أقوال الصحابة رضي الله عليهم. نعم. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. هذا الصحيح. نعم. فصل الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وفي الشرع في الاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. يعني لو جاءنا الشيخ راشد وقال أنا اجتهدت في حمل هذا الكتاب، يصح لغة؟ لا يصح. لكن يقول اجتهدت في حمل هذه الطاولة، هذا اجتهاد. ويقول اجتهدت وخلصت باجتهادي أن الزنا محرم بالكبيرة من كبائر الذنوب، نقول ما صنعت شيء، صح؟ قال لكن اجتهد في إثبات الأدلة على أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، نقول صحيح. نعم. قال رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. نعم، والاجتهاد قد
يجتهد في باب خاص من أبواب العلم، وقد يفتح له في كل الأبواب. تقول هذا مجتهد في الحديث مثلا، صحيح؟ أي نعم. قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل بفروع يمنعون الخطأ. طيب هو سيشرح الآن فروع أصول الدين ذا الوجه امتنع. يقول في أصول الدين ذا الوجه امتنع، لا اجتهاد في أصول الدين. تقسيم الدين إلى أصول وفروع يقول هذا غير صحيح، وبل من علم الكلام، لأن الدين كله أصل. نعم. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع فيه تصويب لأرباب البدع. هذا الكلام غير صحيح، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يا أخواننا الآن المسائل اللي يذكرها هذه معلومة من الدين بالضرورة، والأدلة قامت عليها، بل الإجماع. مخالف هذا يكفر كفر أكبر، كيف يكون اجتهاد هنا؟ نعم. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا الزاعمين أنهم لم يبعثوا. هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعت الأمة عليه، ودل على الكتاب والسنة والإجماع، حتى العقل أحيانا. نعم. من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في الجنة على من شاء الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا إجماع أن الرؤية حال اليقظة هذه ممتنعة في الدنيا. نعم. لا، هم الرؤية المنامية عندهم مختلفين فيها. نعم، امشي. قال رحمه الله ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين ويجعل نصفه من أخطأ. يأخذ أجرين إذا أصاب، أجر على التعب وبذل الجهد، وأجر على إصابة الحق. وإن أخطأ كان الأصل أن يكون له أجر على التعب ووزر على الخطأ، لكن خطأ مغفور لأنه بغير قصد. نعم. لما روى عن النبي الهادي في ذلك من تقسيم الاجتهاد، وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدل در محكمة. الدر 204، الدر 204، الراء 200، والدال 4، يحسب التواريخ بالأحرف. أبجد ألف 1، باء 2، جيم 3، دال 4، وتمشي على هذا إلى أن تصل إلى 10. بعد 10 20، إلى 100. بعد 100 200، إلى كم؟ إلى 1000. هذا آخر شيء، مفهوم؟ وعلى هذا تحسب، وهذا تضبط لك التواريخ أسهل ما يكون. وفاة الأئمة الأربعة. نعم. كيف تعرف وفاة الأئمة الأربعة؟ لنعمانهم قال، توفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قال، وطعق لمالكي، وللشافعي در. در هي هذه عندنا الآن 204، ورم لابن حنبلي. هذا وفاة الأئمة الأربعة. ابن سعد رحمه الله تعالى دعوه لافتتاح الجامع الكبير في عنيزة، فجاء وقال هذه الأبيات: جد بالرضا وأعطي المنى من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا توفيق من الله، كرامات أولياء، والشهر في شوال، يا رب تقبل سعينا. خلاص، أغفر لنا، سبحان الله، دعا وأرخ 1362، مفهوم؟ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى قال أبياتها يسر، الياء 10 والسين 60 الله أعلم، والراء، يا أخي الآن قلت لكم الراء 200، صارت 270 بيت. قال تاريخ، لا، أبياتها عسر بعد الجمل، تاريخها الغفران 1362، يعني دعا أن الله يغفر له وأرخ في وقت واحد. ضبطوا أصحاب الفرائض
ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبة وقل هبا دبز والدبز ما أدري يعني. الهاء أصحاب النصف خمسة، الباء أصحاب الربع اثنان، والألف أصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة دال، صحيح؟ نعم. وأصحاب الثلث اثنان باء، بقي معنا الزاي أصحاب السدس سبعة، هذا أصحاب الفروض، مفهوم؟ نعم. يقول يعني هذا لديهم كثير في حساب التواريخ حتى تضبط وتحفظ، مفهوم؟ يقول قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، يعني 204 في عام الطائم ثم ضائم ثم ثاني ربيع شهر وضع المستطاع عليه الصلاة والسلام، كم قال؟ لا لا الجمع كله كم؟ ما ذكر؟ بعدين امشي. الحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحفظه وكل مؤمن به عليه الصلاة والسلام، كما حمد في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه وعلينا النعمة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام النعمة، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سنة 89 900 نعم.